للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني تعليق حضرتك ومزيد من المتابعة والتفاصيل حول اجتماع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، أولا لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ثانيا الاستعدادات التي تخص المرحلة الثانية. يعني في الحقيقة هو الاجتماع كان مخصص أصلا بالاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية، عمليات التحضير، لأن ده يعني بيحتاج إلى دراسات كثيرة جدا فيما يتعلق مثلا أولا كل محافظ في محافظة بيقوم بمد مجلس الوزراء في يعني القرى الأكثر احتياجا لهذه المشروعات، ده واحد. الحاجة الثانية أيضا بيحتاج إلى الوقوف على ماهية المشروعات التي سيتم تنفيذها في كل قرية في المرحلة الثانية، على اعتبار أن مثلا في قرية من الممكن هي مش محتاجة مثلا طرق أو محتاجة صرف صحي لأن فيها صرف صحي وفيها طرق، ولكن محتاجة مرافق أخرى زي مثلا قطاع طبي تعليمي صحي وخلافه، وبالتالي بيتم أولا دراسة هذه المتطلبات من كافة المحافظين، أيضا أعداد القرى التي سيتم التوجه إليها فيما يتعلق في المرحلة الثانية، لأن حضرتك لابد أن نعلم إن يعني هذه المشروعات حياة كريمة ليست مجرد إنك تروح القرية، ولكن بيكون في استعدادات مسبقة خاصة فيما يتعلق بالأجهزة والمعدات وكذلك بعض الآليات التي تحتاجها إلى القرية. يعني مثلا لو محطة صرف صحي يبقى محتاجة مضخات، لو مشروع مياه شرب يبقى محتاجة مثلا مواتير ومساحات معينة، فدي كلها تجهيزات لابد من الإعداد لها. ليه؟ لأن يتم الدفع في كافة المعدات إلى القرى اللي هي هتخضع للمرحلة الثانية، وفي نفس الوقت توفير كافة الأجهزة اللازمة للمشروعات والمفتوحة في هذه القرى. أيضا احنا شفنا مثلا في المرحلة الأولى لو حضرتك تتذكر تماما، يعني رغم أنها شملت حوالي 1800 قرية في حوالي 20 محافظة، حضرتك شفت كان في يوم اسمه يوم الاصطفاف والحشد، اللي هو استعرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجهزة اللي هتنزل والسيارات وخلافه بهذه المحافظات والقرى والنبوع وخلافه. نفس ما تم في المرحلة الأولى سيتم تطبيقه في المرحلة الثانية، وإن كان المرحلة الثانية يعني بتبقى مرحلة متقدمة على اعتبار إن خلاص خلصت المرحلة الأولى، عرفت إيه هي الأجهزة المطلوبة، عرفت إيه نعم. هي مثلا المعدات المطلوبة، وبالتالي بتكون أسهل التعلم من الخبرات لما يعني حدث في المرحلة الأولى. نعم. إذن يعني ربما كانت المرحلة الأولى كما حضرتك أشرت كانت في حوالي يعني أكثر من 1450 قرية في 20 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية. يعني هل هناك ربما عدد لبعض القرى التي ستشملها المرحلة الثانية؟ وأيضا هل ربما التركيز أيضا سيكون على البنية التحتية ويعني الصرف الصحي وتوصيل المياه للبيوت بشكل مركز كما حدث في المرحلة الأولى، أم أن هناك بعض القطاعات الأخرى التي ربما يتم التركيز عليها؟ يعني كما أيضا شملت المرحلة الأولى هناك كانت ترميم للبيوت وللمدارس وبعض البناء يعني هناك، هل ذلك أيضا سيحدث في المرحلة الثانية؟ دي نقطة مهمة. أولا كل قرية ظروفها تختلف عن القرية الثانية،
ثانيا هناك محافظات أيضا تختلف عن محافظة أخرى. أنا زي ما بقول لحضرتك الميزة في هذا المشروع إن عمليات إعادة التأهيل أو التنمية أو حياة كريمة بتتم بالتوازي وليس بالتوالي. بالتوالي يعني إيه؟ يعني قرية بعد قرية بعد قرية بعد قرية، فممكن المشروع يحصل له توقف. لا، أنت المشروع الآن يتم بالتوازي. بالتوازي بمعنى إن أنا بختار مجموعة من المحافظات، القرى التي يقوم المحافظين بتحديدها. على فكرة أنا مش عايز أقولك مش شرط المحافظين يحددوا هذه القرى، إحنا عندنا مراكز مراكز يعني فيها كل صغيرة وكبيرة عن كل قرية، تبع وزارة التخطيط وتبع وزارة التنمية المحلية، بتقول مثلا لأن وزارة التخطيط مثلا هي عندها معدلات الأداء أو النمو أو المشروعات الخدمية في كافة المحافظات الجمهورية، ده بيتم في الخطة والموازنة، وبالتالي تستطيع أن هي تقول ان في مركز كذا او في قرية كذا في المنطقة الفلانية دي مثلا تحتاج الى تطوير عاجل وشامل. نعم. وبالتالي ده بيختلف من قرية الى اخرى، من محافظة الى اخرى، وده بيتم بالتوازي، ودي اهم حاجة في هذا المشروع. ثانيا هنقول ايه بيتم بالتوازي، لأن الرئيس عندما الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أقر هذا المشروع أو هذه المبادرة لم يعني يدخر جهدا فيما يتعلق بتدبير كافة الموارد المالية اللي هي بتكفي المشروع. حضرتك تتذكر إن عندما تم إطلاق المشروع أو تم الإعلان عنه الرئيس أكد وبصورة واضحة أن الحكومة تم رصد لهذا المشروع 700 مليار جنيه. يعني حضرتك مش هتيجي في وقت من الأوقات أنا عايز فلوس، لا، أنا راصد أوريدي للمشروع. وبالتالي عمليات تنفيذ لابد أن تتطابق، والموارد المالية التي تم تخصيصها لكل محافظة. نعم. الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.